الحولي 24/7/2013. قبل قليل قوات النظام قامت باستهداف هذه المدرسة التي تحوي على عدد كبير من النازحين مدينة الحولة، ما أدى لإصابة العشرات منهم كما تشاهدون. قبل قليل قوات النظام قامت باستهداف هذه المدرسة مما أدى إلى أضرار بالغة فيها. كما تشاهدون تدمير ممنهج قوات النظام تقوم به، دمر منازل المدنيين وهذا الآن تدمر المدارس. وين في الساعة؟ هاوين؟ هاوين؟ حسبي الله. المدافع بالدبابات بقذائف النار كما تشاهدون. حسبي الله ونعم الوكيل. تدمير ممنهج وخراب كبير جدا. هاون سقطت في هذا المكان.